في ظاهرة فلكية نادرة جدا، مذنب أخضر اللون يقترب اليوم من الأرض، فما هي تفاصيل ما يحدث؟ ينتظر كوكب الأرض ظاهرة في علم الفلك تدعى المذنب الأخضر، وقد ظهرت على الكوكب منذ 50,000 عام، أي قبل وجود البشر حتى. ويرصد العلماء هذه الظاهرة منذ الشهر الثالث من عام 2022 المنصرم. صرح الباحثون في مجال الفلك أن المذنب سوف يقترب من كوكب الأرض ويمكن رؤيته بشكل مباشر اليوم، وهذا ولد تساؤلات عن احتمال وجود أي تأثيرات. يتأمل العلماء أن مرور المذنب سوف يمكنهم من استنباط مكتشفات حديثة تتعلق بالمجرة والنظام الشمسي. والجدير بالذكر أن ما توصل إليه العلم حول هذا الموضوع يتلخص فيما يلي: يشكل المذنب الأخضر ظاهرة نادرة جداً ويعطي جمالاً سماوياً لافتاً للنظر. سيكون مروره بعيداً عن كوكب الأرض بما يعادل 42 مليون كيلومتر. أطلق العلماء تسمية الأخضر على المذنب لأنه يصدر أمواجاً ضوئية باللون الأخضر. هذه الظاهرة الفلكية وقعت سابقاً منذ 50,000 عام، أي في العصر الجليدي. يتكون المذنب من مخلفات الجليد والغبار والصخور المجمدة في تكوين نظامنا الشمسي. يمكن للبشر رؤية هذا المذنب بالعين المجردة في بعض المناطق، بينما سوف يحتاج البعض إلى المناظير في مناطق أخرى. وقد نوه الباحثون إلى ضرورة التقليل من الإضاءة في المدن لزيادة احتمالية مشاهدته. وقد صرح متخصصون في مجال الفضاء والفلك أن المذنبات هي كرات ثلجية ضخمة جداً يعادل قطر الواحد منها عشرات الكيلومترات، وتكون ضمن منطقتين، الأولى تمتد بطول حزام بين كوكب المريخ والمشتري حيثما تتواجد الكويكبات أيضاً، بينما الثانية تتواجد خارج منطقة الكواكب. كما يضيف العلماء أن الرؤية في المدن تكون غير واضحة للناس الذين يخططون لمتابعة هذا الحدث الفلكي، ويمكن مشاهدته فقط باستخدام التلسكوب أو المناظير. الناس الغير متخصصين يجب أن يراقبوا السماء بين أيام 9 و14 من الشهر الثاني ليلاً، وذلك لأن المريخ سيرشدنا إلى هذا المذنب. وعلى من يراقب أن يقصد الشمال وينظر باتجاه الأعلى لرصد النجم البرتقالي وهو كوكب المريخ، وعندها نوجه المنظار باتجاهه ونحركه قليلاً للبحث عن الهالة خضراء اللون. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.